بالنسبة لوضع جرابلس، الحقيقة بالنسبة للتجارة بين عزاز وجرابلس تسير بشكل جيد جدا، وحاليا لا يوجد لدينا هنا في تمن مدينة جرابلس وريفها أي نشاط أو وجود لجماعة البيكيكي والبيادي. نحن حاليا الحقيقة قمنا بإرسال مجموعة فتح دورة شرطة في تركيا، ذهب بحدود 250، وحاليا بعد غد الخميس سيذهب أيضا أكثر من 260 لإجراء دورة تدريبية للشرطة، وهؤلاء سيقومون بتقديم الخدمات والأمن لأهالي جرابلس. وشكرا.